السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم. دائما مع جديد الحلويات وحلويات الورشات. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا الصابلي بريستيج، يجي بزاف بنين بالبخالين تاع الكاوكاو، اكثر من رائع. تحضروه سواء لعيد الاضحى اللي راه على الابواب ولا للافراح والمناسبات، يجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه وتردوا لي الخبر في التعليقات. نقولكم ما تنساونيش كالعادة، إذا أول مرة راكم تشوفوا في القناة تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والأخوات اللي راهم معايا في القناة نرحب بكم ونشكركم جزيل الشكر على الدعم تاعكم، ونقولكم زيدوا دعموني فضلا وليس أمرا. نبدأ بسم الله على بركة الله في المكونات. هنايا المكونات أنا درت كمية قليلة، ديت 60 غرام تاع المارغرين تكون طريه، رشه تاع الملح، عندي لافاني، زوج مغارف كبار تاع الزيت. هنا عندي مغرف كبيره ونصف تاع البخالان تاع الكاوكاو كنت خدمته في الدار، بيضه مخفوقه، فرينه، ملعقه كبيره تاع السكر. في صندوق الوصف بطبيعه الحال دائما كما نقول لكم تلقاو المكونات 250 غرام. هنايا زدت حطيت مغرف تاع السكر، ونخدم هذيك المارغرين والسكر والملح كما نقولوا حنا اون بوماد، نخدموها مليح مليح. الا بغيتو تخدموا بالباتير خدموا. نضيف هنايا زوج مغارف كبار تاع الزيت، لافاني، عندي هنايا بيضه صغيره دربتها ديت النص تاعها، ونخلط كل شيء مع بعض. هنا تبغوا تخدموا بخالان تاع اللوز ولا تاع الكاوكاو ولا تاع البيستاش، ولا ديروا في بلاصته زبده الفول السوداني، تبقى لكم على حسب المتوفر عندكم. انا هذا البخالان خدمته في الدار ودرته في الوصفه تاعي. نخلط هنا مليح، شوفوا لاكولور شابه اللي تحصلوا عليها. ونبدا نلم بالفرينه. الصابلي هذا ما درتش فيه الخميره، خليته نورمال. ونبدا نجمع في العجينه حتى تحصل العجينه كما راكم تشوفوا هذا القوام تاعها، عجينه تكون طريه. رش الفرينه على سطح العمل. تبغوا ديروا بلاستيك ولا بابي كويسون ولا ديروا، انا نخدم مباشره. السمك تاع العجينه ما يكونش سمك خشين، السمك يكون متوسط. الفرن شعلته على 160 درجه. نقطع الدوائر بهذا الشكل، انا مبغيتش ندير الحجم كبير، تبغوا ديروا اي شكل ديروه. ندخلها طيب، نخليها تطيب تنشف، نخرجها ونخليها تبرد. هنا دخلت لي صابلي تاعي يطيبوا، نجو نحضروا الكريمه. عندنا 40 غرام تاع المارغرين، عندي باتاغوم تاع البخالان هذا عطر ولون، عندي 20 غرام تاع البخالان تاع الكاوكاو، عندي 100 غرام تاع شيكولا بيضه اللي كنت ذوبتها بدون اي اضافات وخليتها تبرد، وعندي لافاني، رشه ملح. نحط هذيك المارغرين ونطلعها بالباتر، نطلعوها شويه باه يدخلها شويه تاع الهواء وتجينا خفيفه لاكريم. بعد كي نخدموا بها تجينا خفيفه. هنا نزيد هذيك 100 غرام تاع الشيكولا اللي كنت ذوبتها، ما زدت لها لا زيت لا حتى حاجه، ونخلوها تبرد. ونعاود نطلع بالباتر كل شيء مع بعض. نزيد لافاني، الكريمه هذه تجي بزاف بنينه. ونزيد هذيك ال 20 غرام تاع البخاله كما قلت لكم، اللي ما تتحصلش على البخاله دير بزبده الفول السوداني تاني تجي بزاف بنينه. بصح كي نديرو زبدة الفول السوداني نكثروا شويه المكونات. في الاخير هنايا عندي بعد ما طلعت من زيت البخالين، طلعت هنا في التالي كاع نزيدو مغرف كبيره تاع لابودغ شونتيي، ونعاودو نخلطو. شوفوا لاكولور تاع الكريمه، تبغوا تخلوها هكا، تبغوا تزيدوا تفونسوها شويه نزيدو لها الباتاغون باه تجينا باينه في الحبه تاع الكاطو، لاخاطش الكاطو ديجا راهي لاكولور تاعو هكا. نزيدو حنا نديرو الباتاغون باه تجينا فونسي شابه وتبان او ميم طون في الكاطو. هنا نحطها في الثلاجه ونخليها تبرد. شوفوا الكريمه هذا هو القوام تاعها، لازم تبرد ونخلوها على جهه. هنايا ديت كاوكاو ايفيلي اللي كنت حمصته،
ونقرده هكا بيدي شويه. الصابلي تاعي هذا هو الشكل تاعو بعد ما طاب، خليته برد. هنا عندي خليط تاع كونفيتير مع شويه تاع ماء زهر ولا شويه تاع ماء، ولا تبغوا ديروا شويه تاع عسل. نجيب الحبه تاع الكاطو بالبانسو، ندهن كامل الجوانب هكا بهذه الطريقه، ونديرها في داك الكاوكاو. ولا ديروا كاوكاو مطحون خشين، بصح صيريه دي غير الخشين، الغبره ما تخدميش بها. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعو. هنا بعد ما درت الكاوكاو درت لهم في الجوانب. هنايا ديت هذاك البخاله تاع الكاوكاو درته في بوش باه نعمر به. وهنايا الكريمه درت هاد لادوي اللي كم تشوفوا فيها. نجيب هنايا الحبه تاع الكاطو نحطها هنا كما تشوفوا، ونحط الكريمه هنا. كي تبوشي حطي يديك مليح باه الحبه تجيك باينه. وهذاك الثقب اللي في الوسط نديره البخاله تاع الكاوكاو. من بعد نجيب حبه تاع الكاطو الاخرى نمسحها كاع بالكونفيتير. انا هنا درت الكونفيتير باسكو الكونفيتير مع الكاوكاو يعطيكم مذاق شبه بزاف، وانتوما ديروا على حسب ما تبغوا على حسب المتوفر عندكم. هنايا كي ديري الكونفيتير والكاوكاو لصقيه مليح في الحبه تاع الكاطو باه يجيك باين وتجي الحبه تاع الكاطو باينه. من بعد نجيب الحبه تاع الكاطو تاعي ونحطها بهذه الطريقه، ما نضغطش مباشره، نحطها كشغل راني ندور فيها باه تبقى لي هذيك لا فورم تاع الكريمه باينه. وأو ميم طون نشوف اذا كان خاص الكاوكاو في كاش بلاصه ولا نلصق مره اخرى. هنا نعاود معكم حبه نمسحها كاع بالكونفيتير ونديرها في الكاوكاو ونلصقها بنفس الطريقه ونخليه. انا هنا راه عندي الحمان في الكوزينه درته في الفريجيدير خليته يبرد مليح، وانتم اذا ما كانش كان الجو عادي نورمال خلوه غير في المطبخ. هنا نروحو نشوفو التزيين تاع الكاطو. هنايا للتزيين تاع هاد الكاطو هنا ديت عجينة السكر، تكون عجينة السكر نوعية مليحة، ما درتلها لا تيلوز لا مايزينا لا والو. هنايا ديت الطابع هذا حليتها خشينة، نديها الطابع تاع السيليكون اللي يسهل عليكم بزاف الخدمة نحطه ونضغط عليها بهاد الطريقة. شوفوا الورده كيفاش تخرج لكم شابه، وفي نفس الوقت تخرج لكم حاجه هكا عشوائيه تجيكم شابه، تجيك شغل تبان طبيعيه. نعاود معكم حبه هنايا نحطها هكا في الوسط ونزير عليها بالمول. التزيين يبقى لكم على حسب الرغبه، انا هنا درت لكم من الورد. هنا كما راكم تشوفوا هذاك الورد تاعي بعد ما طبعته، هنا ديت هذاك الملمع الذهبي وندير في الحواشي تاع الورده بهذه الطريقه. تبغوا ديروا الفضي ولا ديروا الذهبي، انا هنا درت الذهبي باه يجي شباب باين، ونخليها تنشف غير شويه. هنا الكاطو تاعي بعد ما كملته نجيب هذيك الورده اللي كنت درتها ندير لها غير شويه تاع كونفيتير ونثبتها فوق فوق هذاك الكاوكاو هكا، ونخلوها تنشف. التزيين يبقى لكم على حسب الرغبه، نكمل ونوريه لكم جاهز ان شاء الله. الكاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو جاهز، هذا هو الشكل النهائي تاعو. هنايا درت له هذيك الورده زينته. التزيين يبقى لكم على حسب الرغبه، ممكن ديروا كرز مصبر ولا اي حاجه تبقى لكم على حسب الرغبه. هنايا شوفوا لا كريم كيفاش تجي باينه في الحبه تاع الكاطو، هذا هو الشغم تاع هذا الكاطو، لازم هذيك لا كريم تجي باينه كي شغل لي ماكارون شتو كيديروا لهم هذوك لا كريم يقعدوا واقفين، لا كريم تقعد واقفه باينه. هنا غادي نقسم لكم حبه باه تشوفوا كيفاش جا من الداخل. هنا برك انا درته في الفريجيدير، نتوما كما قلت لكم خلوه على برا. شوفوا الشكل تاع الكاطو، والشكل اللي تبغوا ديروه. بنين بزاف ويستحق التجربه. هنا غادي نقسم لكم حبه باه تشوفوا كيفاش جات من الداخل. لا كريم هذيك تجيكم بنينه بالبزاف، ولا بات تجي طريه. هنا برك غير باه نقسم لكم كيما قلت لكم كنت دايرته في الفريجيدير. شوفوا لا بات وشوفوا من الداخل كيفاش يجي هذاك البخاله مع الكريمه
مذاق ولا اروع. وكم ما تنسونيش اخواتي باللايك للفيديو وبارطاجوا هذا الفيديو هكا بيستفاد الجميع وتعمل فائدة. نقولكم إلى الملتقى إن شاء الله، دعموني بنزيد نقدم لكم المزيد. شكرا.